السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في تمام الصحة، تكونوا فرحانين وناشطين إن شاء الله يا ربي. دونك لوسو ديال اليوم هي وصفة مختصة بالوجه تحديدا لتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة. كيف ما كنعرفوا في هذه الفترة ديال الصيف كنتعرضوا للحرارة المفرطة ديال الشمس، من ما كيجعل البشرة ديالنا كتعرض لينا الحساسية، الحكة، الحمورية الوجه، أيضا يعني الحبوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فان شاء الله هذه الوصفه سحريه المفعول وغادي تنال اعجاب كل سيده. قبل ما نمشي للمكونات وما طريقه التحضير وما طريقه الاستعمال، كيف العاده ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو. دونك ما تنساوش تكبسوا عليه حتى يولي اللون ديالو باللون الرمادي، وهو عاده تيكون اللون ديالو باللون الاحمر. ايضا ما تنساوش تعطيو بيج لايك لهذا الفيديو، وزر لايك هو موجود اسفل الفيديو. ايضا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس وتخليوا لنا تعليقاتكم استفساراتكم التي تهمنا وتهم القناه بصفه عامه. ولما لا انكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي معي، جميع الروابط في الديسكريبشن بوكس او في لاباغ دانفو. وغادي نمشيو الان للمكونات وما طريقه التحضير وما طريقه الاستعمال. واول مكون سنحتاج اليه هو ماء المعدنوس او عصير المعدنوس. دونك انا هنا خديت المعدنوس وعصرته عادي باليدين ديالي، ممكن يعني توضعوه في ليباموس ومن بعد تعصروه، واكيد الماء غيهبط لكم غير بوحدو بلا ما تحتاجوا انكم يعني يهبط لكم دوك الاوراق ديال المعدنوس واخا كيكونوا صغار اكيد. بالنسبه لثاني مكون غنحتاجوا ليه اللي هو الكركما او الخرقوم البلدي. كيف ما كنعرفوا عنده بزاف الفوائد، منها التبييض، منها التخلص من البقع سواء البنيه والداكنه. فهاد الوصفه ان شاء الله غادي يكونوا فيها جوج ديال المكونات اللي هي ماء المعدنوس او عصير المعدنوس. بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني، فباش نحصلوا على عصير المعدنوس غادي ناخذوا القزبر او المعدنوس ونقطعوه كيف ما كنقطعوه يعني عادي باش نطبخوا به الاكل الاكلات او الشوات المغربيه او حتى اللي ماشي مغربيه. ومن بعد يعني نعصروه اما في ليباموس ونبداو نعصروه، او نعصروه غير باليدين ديالنا. انا هنا عصرته غير باليدين ديالي، ممكن كيف ما قلت لكم تعملوا ليباموس. ومن ورا ما يخرج لينا هذاك الماء غادي نكبوه في الاناء ديالنا اللي غادي نستعملوا فيه الوصفه. وثاني مكون هو الكركم او الخرقوم البلدي. هنا اكيد غنوضح نقطه ثانيه اللي هي انه هذا الكركم هذا غير ديال الاكل، لانه يعني تبارك الله غيجوني تعليقات كثيره بخصوص هذا الموضوع. فبالنسبه للكركم هو غير ديال الاكل ماشي ديال الجمال، وديال الجمال متوفر عند البقاله وعند العشابه وعند العطاره كيف ما كنعرفوا. دونك هادو هما جوج ديال المكونات فقط. وانا هنا غادي نخلط ماء المعدنوس او عصير المعدنوس اللي ما يعني له من فوائد كثيره ورائعه للبشره، خصوصا البشره الحساسه، يعني البشره اللي كتكون حساسه اللي ما فيهاش واحد اللمعان، ما فيهاش واحد الاشراقه، ايضا ما فيهاش واحد الصفاء. فهاد الوصفه هذه لك يعني فريمون غادي تنجح معاك، وفريمون ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالك. وانا هنا بلا ما نطول عليكم الهضره غادي نمشي نخلط ما بين عصير المعدنوس او ماء المعدنوس الرائع والكركم او الخرقوم البلدي، وبعد ان شاء الله ارجع لكم فابقوا معايا. وبعد ما خلط جميع المكونات ثم جميع العناصر التي تتكون من ماء المعدنوس او عصير المعدنوس كيف ما وريتكم في بدايه الفيديو طريقه العصر ديالو. دونك قلت لكم انكم تعملوا اما في ليباموس او تعصروه باليدين ديالكم بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني في خانه التعليقات. بالنسبه للكركم كيف ما قلت لكم فهو كركم الطبخ وليس كركم الجمال. وبالنسبه للسيدات اللي تقلبوا على كركم الجمال اللي ما تخليش صفوريه في الوجه او في اي منطقه وضعناه، فغادي تلقاوه عند العشابه وعند العطاره ومتوفر بثمن جد مناسب، يعني على حسب الكميه اللي بغات كل سيده وكل حبيبه ايضا. دونك انا هنا وضعت غير ملعقتين صغيرتين من ماء المعدنوس او عصير المعدنوس، وايضا ملعقه صغيره واحده من الكركم. كمسة الخليط ديالي ما يوليش ليا بودره، لانه هنا غنحتاجوه سائل ما غنحتاجوهش بودره. فغادي ناخذ القطع قطن يعني مبلله بهاد الوصفه. دونك ما غنستعملوش هاد الوصفه لا باليدين ديالنا ولا بفرشات، لانه كما لاحظتوا انه سائل يعني ماشي بودره. كيف ما قلت لكم غادي ناخذ قطع قطن مبلله بهاد الوصفه ونطبيو كل شيء على الوجه ديالنا بالقطع القطن اللي مبلله بهاد الوصفه. نخليوها 30 دقيقه او 15 دقيقه، ومن بعد نغسلوا الوجه ديالنا بالماء البارد او الدافئ. وبالصحه الراحه البنات، نبقاو نعاودوا دائما هاد الوصفه واحد ثلاثه المرات حتى الربعه الا قدرتوا. يوميا ممكن تستعملوها الا عندكم مشاكل كثيره، خصوصا في هاد الفصل، هذا اللي هو فصل الصيف، او السيدات المقبلات على الزواج فممكن تستعملوها يوميا، يعني ما عندهاش اي تاثير لا بالنسبه للبشره الحساسه ولا بالنسبه للبشره الجافه والدهنيه. غير هو من ورا ما نستعملوها اكيد نرطبوا بالبشره ديالنا بالكريم اللي كيواتي لينا كل بشره، سواء كانت بشره عاديه دهنيه او جافه او حساسه ايضا. فهناك يعني العديد من الكريمات والمرطبات يعني اللي كيرطبوا لينا البشره ديالنا، هناك يعني العديد، وعلى حسب الاسمنه على حسب كل سيده اكيد. وممكن نستعملوا غير الزيوت الا ما عندناش كريمات اكيد غاليه او باهظه الثمن، فهناك زيت الزيتون، زيت ارغان صراحه من اروع الزيوت
الرائعة لترطيب البشرة خصوصا يعني البشرة الجافة. وأيضا زيت اللوز، زيت الزنجلان، زيت الكوكو، زيت جوز الهند، فهناك يعني العديد العديد من الزيوت واللائحة طويلة أكيد. دونك كيف ما قلت لكم ضروري نرطبوا البشرة ديالنا بالصحة والراحة البنات. نتمنى يا ربي تعجبكم هذه الوصفة، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، أنا أكيد في انتظار للايك ديالكم وتشجيعاتكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، دائما كنرحب بها. اكيد تعليقاتكم كتهمنا وكتهم القناه بصفه عامه. ما تنساوش انكم تتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي، ايضا انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتعملوا لايك لهذا الفيديو وزر لايك واسفل الفيديو. انا نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في البروشين فيديو. السلام عليكم، خليتكم على خير.